أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بعد قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، أنه يقول سبحانك وبلى؟ هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال، لأنه لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين كما يتناقله العوام. نعم.